بدأنا المباريات الإقصائية قبل الموعد المباراة الثالثة. انطلق على جنس الكرة خطيرة بابا 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 ضيعت يا غبير وانطلق صابا إنياتو أحمد أو موسى لما حدث لهما بعد جرى ميسي بابا 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 الأرجنتين الكل يطالب بالبطاقة الحمراء ليو أو بانيجا الحكم يأمر بانيجا أو ليو ليو يستعيد ليو يتقدم ليو يسجل بابا 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 القائم لاتيو يعلن ضربة جزاء للأرجنتين هاو الكرة وهاي الرمية وهاي الضربة التي تقلب الموازين يقول له الحكم شاكيرو كي احتجيتو من ضربة جزاء ضربة الجزاء الحادية والعشرين بابا بابا جول بالبراءة وعدل النتيجة لنيجيريا أمام الأرجنتين الكرة خطيرة بابا بابا إيغوين إن لم تسجل الآن واليوم بابا 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 يا إيغالوا ماذا ضيعت كرة التأهل يا إيتيبو لو تفعلها إيتيبو يستعد إيتيبو بابا بابا بابا